انطلقت أمس في المنطقة الشمالية مناورات النسخة الرابعة من تمرين الصداقة المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي الصداقة 2018، ويستمر التمرين لعدة أسابيع. هذه التمارين أثبتت فعاليتها في رفع جاهزية الوحدات وأيضا قياس القدرة القتالية لها باستخدام أسلحة متنوعة، وأيضا باشتراك وحدات تبدأ من على مستوى الفصيل حتى نصل إلى قوة الواجب. المقدم كريستوفر هويل قائد كتيبة الدبابات الأمريكية أشار إلى أن تمرين الصداقة يعد شراكة بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، وذلك لبناء وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. هذا الصداقة هو عبارة عن قيام شراكة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة السعودية. نحضر قواتنا هنا للتدريب في الصحراء لبناء وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. فهذا التمرين مهم جدا، وهذه المهمة مهمة جدا، وهو لشرف كبير أن يتم دعوتنا إلى المملكة العربية السعودية للعمل مع قواتهم.